اتمينة ما يمكنش جلابة البنات بهاد الثوب والخدمة اليد، وغنقول لكم 300 درهم راه ثمن صدمني، راه ما يمكنش جلابة مخدومة. ثانية البنات، موديل جديد وموديل واعر وثمن ما يمكنش. شوفوا لي الطريزة كيفاش جات، نقرب لكم باش تشوفوا الطرز كيفاش جات البنات والصدمات في الاتمينة. دو بياس شوفوا لي، غنقول لكم 400 درهم ما غتصدقوش كيف ما صدقتش انا. 400 درهم نقرب لكم باش تشوفوا الخدمه، ودير لهم هذه الخديمه هذه هكا هنايا، الخدمه ديال الكاترفيل ما شاء الله الجديد، هذا التنبات وبالخدمه الغرزه الفرنسيه. شوفوا يا البنات، شوفوا لي الخديمه، هذا بالعقيدات وبنص القفطنات واعرين والثمن ما شاء الله. شوفوا لي القفطان بالتنبات البنات، ومخدوم هنا الكميمات البنات، جابت لكم عبايه اماراتيه طبقات وبالاستخاصه البنات وبثمن ما يمكنش. ولوا بثمن بسم الله. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار جديد. الا شكرتونا اليوم حنا فين؟ اليوم عند امينه المحل اللي كيتواجد البنات في 17 عين حروده بين الدار البيضاء والمحمديه. اليوم ان شاء الله نايضه البنات في الهميزات، نعطيكم النعت. بالنسبه للنعت راه باينه البنات، شفتوا اوفاس معايا هنا فين كتكون الشوايه ديال 17 معروفه، طاكسيات ديال البرنوصي غير تهبطوا في الطاكسيات البرنوصي، الزنقه اللي غتهبطوا فيها في الطاكسيات اونفاس المحل هو هذا. غنخلي لكم النعت ان شاء الله في الاخر الفيديو، المحل اللي كيحلوا دائما. اليوم كاين السولد، ماشي السولد، كاين الهوته البنات، جليلبات دو بياس 400 درهم، ان بياس البنات 300 درهم وباليد، كاين التوصيل في كازا وفي خارج كازا وحتى خارج المغرب. نبداو ان شاء الله على بركه الله وكيف العاده، اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، باش نتوما ان شاء الله تذكروا تصليوا على النبي وحنا يباركنا الله في الفيديو ديالنا، ونقولوا بسم الله على بركه الله. وباول موديل البنات واول هوته غنقول لكم جلابه بهذا الثوب هذا البنات وبالخدمه ديال اليد كلها اليد و300 درهم ما يمكنش. اجي شوفوا، اجي عرفتي ملي قالت لي هاد الجلابه كادو للمتابعات وماشي وحده، عندنا الالوان مخدومه باليد البنات. شوفوا لي الخدمه ديال اليد، شوفوا لي السفيفه باش مخدومه، الثوب هذا راه معروف 300 درهم راه ثمن ما كيدخلش للعقل البنات. شوفوا جلابه ب 300 درهم 6000 ريال، عندنا في هذا اللون هذا، عطينا الالوان امينه، عطينا امينه خرجتي عن السيطره. كاين هذا البلوجين هذا، كاين البلو مارين، وكاين هاد الماغون هذا، هذا ماغون ولا مهم هاد اللون هذا، كلها مخدومه باليد البنات. هادو ربعه ديال الجليليبات كادو للمتابعات، مخدومه بهذا الثوب هذا، تقدري تزيدي لها شي قميص وتولي عندك جلابه ديال الحضور، لان ثوب خطير. المقاسات اللي غيلبسوا هاد الجلابات هادو البنات، هادو اللي سبقات ليهم الاولى غادي تقداهم، شتو وتلقوا بدرتيه وافي ما شاء الله كيف ما كتشوفوا. اييه هابطه كامله باليد، كلها الخدمه باليد. هادو نص تزايري، نص تزايري، نص تزايري بالعقيدات. انا بعدا صدمني الثمن، كنقول لها امينه 300 درهم راه رخيصه مقارنه مع الخدمه ديال اليد. قالت لي انا هادو خدمتهم كادو للمتابعات، بصحه المتابعات ديالنا اللي بسببهم أمينة وأنا وصلنا لهذا الشيء اللي وصلنا ليه الحمد لله. الله يسخر، الله يربح، واللي شراتها تكتب لي في كومونتير نقولها بصحة والراحة، ونشوفوا إن شاء الله موديل آخر. ثانية البنات شوفوا لي جليلبات 600 درهم ثمن ما يمكنش اليوم عاوتاني، جلابة دوبل فاس مخدومة بالخدمة ديال الكاترفيل. شوفوا لي التوبة البنات البروميان هذا في دوبل فاس 400 درهم 8000 ريال، هادو راه معروف الثمن ديالهم 600 درهم 400 درهم. نقرب لكم باش تشوفوا الخدمه، ودير لهم هاد الخديمه هادي هكا هنايا، الخدمه ديال الكاترفيل. دابا بزاف كيقول شنو هي الكاترفيل، واحد لا ماشين، واحد الماكينه اللي كتخدم هاد الخدمه هادي سميتها الكاترفيل. الفصاله ديالها فينا فينا فيها فيها انا عارف فين كنشوف هاد الاثمنه تندوخ فيها الايفازي هكا وفيها المخزنيه. نوريوهم بعدا اللوينات ديال هاد الايفازي، اللي بغات الايفازي ها هما، فيها هاد اللون اللي هزه اللي لابسه خوله، فيها هاد السومو هذا، فيها الاصفر، فيها الباج بالبوردو نفسه، فيه الموف، هذه فصاله الايفازي. شوفوا هاد الاورانج هذا، وتقريبا نفس التلوينه كاينه في الاصفر، والالوان كتكرر. هادو فيهم العدد 400 درهم البنات، شوف
جلابه ب 400 درهم، الثمن ما تيدخلش للعقل، ونفس الالوان ديالهم ها هما مخزانيه. هزي غير وحده دياريه وخدمه دياريه. كيدخلوا عندي كيقولوا لي واش هذيك الخدمه يعني ديال الشركه؟ الشركه لا ماشي الشركه، راه دياريه، خدمه دياريه. يعني كنفصلوا كل بياسه بوحدها وكنخدموا كل بياسه. كتفصل الكوبو كيف ما قلت لكم. دابا الفرق بين خدمات الشركه انهم تيديروا ماطله هكا كيقطعوا هادو، كتفصل الجلابه بجلابه. عطيني غير وحده مخزانيه، ها انتم راه نفس الالوان المخزانيه، غير كيجيو كتيفات طايحين. ها انتم في هذا الاورانج، في هذا الكري، في هذا السيال هذا، وفيها الاصفر. واو الاصفر كيجا بالماغو جا زوين. وفي هذا اللون هذا الاورانج هذا بالماغو والغوز. ها انتم تبارك الله تلوينه هذا موجود فيه الخير. اختاري وتعزلي ومرحبا بكم. 400 درهم خطيره البنات. الموديل الثاني البنات، موديل جديد وموديل واعر وثمن ما يمكنش. شوفوا لي الطريزه كيفاش جات، نقرب لكم باش تشوفوا الطرز كيفاش جا البنات. جلالب كيحمقوق. شوفوا لي كريبا البنات البروميان ديال كوريا، طريزه كذلك هنايا، والخدمه ديال البرشمان في بلاصه العقيدات، والفصاله الطوبه البنات كيف ما كتشوفوا اللبسه كيف ما كتبان لكم امينه. الثمن والله البنات باقا ما عرفتش الثمن، قالت لي انصدمك. 400 درهم ما شاء الله. هادو نورمالمون ثمنهم راه يكون حتى 800 700 كانت اكثر من هادشي ما شاء الله. حتى 700 درهم تيتباعوا البنات. هادو 400 درهم 8000 ريال كلشي يلبس. هادي كيف ما تحطات تبارك الله الالوان تباعوا قبل الفيديو. عطيني الالوان في هاد الاورانج هذا، ناري لطيفه مشات لها الهضره. في هاد الموطاغد هذا بالاخضر جغزال، فيها الكحل. واو على الكحل بهذا اللون فلاشي ما شاء الله. شوفوا شوفوا ليا والموف، الموف اللي لابسه المانكا، كل هاد اللوين تعجبني ما شاء الله. المقاسات امينه دائما من مليون حتى للدوبل اكس ال البنات. والطروه ما يلبسوش سير كوموند. سير كوموند حيت كتخدم بعض المرات المقاسات كبار كيبقاو. شوفوا ليا ما شاء الله واعره الجلابه البنات. وكتبوا ليا في لي كومونتير كيجاوكم السلعه لدابا ما شاء الله. فن فن والثمن ديالها 400 درهم غتنوض ضجه امينه عاوتاني. اللي دار ضجه البنات في الفيديوهات اللي فاتوا ها هو، وجدوا فيه الوينات اللي كتجي فيها الطرزه هذه، الطرزه ديال الغرزه كيف ما كتشوفوا، وكتجي طريزه في الدار. ها انتوما شوفوا الطريزه فين جات هنايا في الدار. الموديل كيجا غزال ما شاء الله. هذا لقى تبارك الله اقبال، كلشي كان بغاه. باقين كيطلبوه. وجدنا فيه تلوينه ها انتوما هالموف، على ما جيت نصور تباعوا الالوان البنات. شوفوا الكحل كيجا، جا الكحل غزاله امينه فن ما شاء الله. ها انتوما النوار كيجا، شوفوا ليا جا البيج، وفي هاد الفير هذا التلوينه اللي فيه. ثمن امينه 400 درهم. المقاسات من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. شو التلوينه ديالو من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. سكريني وتوصيل داخل كازا وخارج كازا، مرحبا بكم. الموديل الثاني البنات شوفوا لي الخديمه، هذا بالعقيدات وبنص تزيري حتى لتحت، وبهذا الطرزه هذه سميتها هذه موبرا، هذه الموبرا يعني كتطرز وكتقطع. شو هذه كيفاش دايره؟ كتبان بحال اليد. انا كنت كنصحاب حتى الخدمه ديال اليد. شو كيفاش دايره البنات؟ وهنايا الخدمه نص تزيري حتى لتحت. شوفوا لي كتبان بحال مخدومه باليد والكميمات. والكميمات شفتوا. والكريب البنات كريب ديال كوريا، جلابه في صاله الايفازي خطيره. شوف صالة ديالها بالنسبه لهاد الجلابه امينه. الثمن ديالها اللي خصو يكون بهاد الخدمه حتى 900 درهم. بهاد الخدمه 500 درهم البنات 500. وبالنسبه للي كتعرف لهاد الخدمه راه عارفه الثمن ديالها. واعره فيها جوج الالوان، ثلاثه الالوان، في هاد الاخضر، في هاد الماغون هذا، وفيها هاد السيال حتى لتحت. شفتوا هانتوما نبين لهم في هذا اللون مغلوق. الخدمه الا ما قلبتيش من الظهر غادي تقولي مخدومه باليد. 500 درهم حتى هي، تلبس الميديوم الال اكس ال حتى الدوبل اكس ال. فيها حتى هذا اللون البنات شفتوا، فيها حتى هذا الموف هذا غزال. الخدمه البنات شوفوا كتبان لكم هانتوما حتى هذا الموف جا غزال بعد باش يبان لكم ما شاء الله. هي الجديده البنات، الجديد اللي كاين دابا حاليا غيكون ان شاء الله لا طوندونس في هذا البرد هذا، هو السابق عند امينه. ما فهمتش دابا هنا كاين هنا موزونه وهذا شنو هو؟ البولور فوق موزونه. ها انتوما ها الجديده البنات.
شوفوا الخدمه كي جات سامبل وما مفهوماش شنو هي ملي غتكوني لابساها، ما هي سفيفه ما هي النوار. ما شاء الله هذه حتى هي البنات وجدت فيها الوان طارو، هاد جوج الالوان اللي بقاو، بقى هذا الاسود هذا الكحل، وشوفوا لي هذا الخضر هذا البنات، هذا بالبرونز شفتوا كتجي بحال هكا باندا الخدمه ديالها. دائما الثوب ديال الكريب كوريا، والثمن ديالهم امينه 400 درهم. خليوكم معنا البنات، باقي الهميزات دو بياس، الثمن عاوتاني ما يمكنش، خليوكم معنا. الهوتات البنات والصدمات في الاثمنه دو بياس، شوفوا ليا غنقول لكم 400 درهم ما غتصدقوش كيف ما صدقتش انا. 400 درهم هاد الثوب هذا موسلين هكا كيف ما كتشوفوا، شوفوا ليا هذا سميتو الري مخدوم بالراندا، هذه بالراندا ما فهمتش. شوفوا شوفوا الجلابه خدمناها بالابيض 400 درهم 8000 ريال، الثمن ما كيدخلش للعقل البنات، ولكن مع امينه والعثمانيات مرحبا بكم في هذا البريك هذا اللي جاب الابيض غزال وملاقيه بالراندا. ها انتم الملاقيه شوفوا الا هنا الملاقيه بالراندا كذلك، شوف في هذا اللون هذا، في هذا اللون شوفوا ليا، في هذا البيج، فيها الاحمر وفيها السيال. شحال تما من بياسه؟ خمسه، خمسه ديال البياسات كادو للمتابعات 400 درهم. المقاسات امينه حتى الدوبل اكس ال البنات، بحال دابا اللي لابسه خوله تكون اكس ال حيت المقاس ديالها الاكس ال البنات، حتى الدوبل اكس ال. مرحبا بكم، كيجاوكم الهميزه البنات سارعوا. بياس اخرى البنات تاهي دو بياس ب 400 درهم، هذه تاهي كتخدم فيها امينه تبارك الله بزاف، كلشي كيبغيها لان كتجي جلاب موسلين، موسلين هذا ياك موسلين بالطرز وبالقفيطين، كيجي كله بالراندة لتحت كريب جورجيت البنات. هذه يمكن لك تلبسيه بوحدو لانها هابط حتى لتحت هكا بالراندة، وكذلك الدرس في الصدر الدرس في الكميمات 400 درهم. والالوان اللي وجدوا دابا في هذا الموف هذا، ها انتوما فيها النواغ، فيها الكحل بالباج القفيطين ديالو، ها الباج القفيطين ديالو، ها القفطان شفتو كيجي هكا بالطرس بالعقيده والكميمات، وكاين في الشيبي الاخضر ملكي بالباج، وكاين الشيبي بالفوشيا. المقاسات اللي غيلبسوا ميديوم لارج اكس لا دوبل اكس لا تال دوبل اكس ال البنات، اربعه ديال اللوينات، عاودي فيه الموف باش يسكرينيو، فيه الاخضر، فيه داك الغوز فوشيا، وفيه النواغ بالباج. الهميزه البنات والجديد دائما والاثمنه ما يمكنش. شوفوا لي الموديل، نوريكم الموديل مزيان. اولا بعدا الثوب جلابه دو بياس، شوفوا لي التويب الفوقاني كيفاش داير، ومخدوم بالقفيطين ديالو، القفيطين تقدري تلبسي الجلابه هكا في شي مناسبه في الصاله ديالها ايفازي، وتقدري تحيدي الجلابه وتبقاي بالقفيطين. البنات شوفوا كيفاش جا، ها نتوما تلبسي القفيطين انهم مخدوم بهذه الخدمه ديال المعلم، هذا نص جزائري ومخدوم بهذا العقيق وبالحجر، شفتوا كيفاش جا، تلبسي القفيطين بوحدو وتلبسيه مع الجلابه 600 درهم البنات، 600 درهم هاد دو بياس هادي، وفيها غير النوار. ها نتوما راه فيها تقريبا 6 7 8 ديال البياسات اللي صوبت لكم فيهم امينه، حيت كلشي كيبغي جلابه في الكحل، والجلابه تاهي هابطه حتى لتحت بالعقيدات وبهذا النص الجزائري هذا، شفتوا فنين البنات. هادو ما درتيش فيهم الطروه امينه؟ كاين تقدر، كاين عندي واحد 32 في الصدر، كاينه 32 في الصدر في هاد الموديلات البنات، 600 درهم باقيين دو بياس كيحمقوا، خليوكم معايا البنات. دو بياس اخرى ما شاء الله، هادي البنات بالكريب اللي شفنا قبيلات بداك الثوب هذا شفتو، وهذه بالكري، وهذا هذا بالكريب البنات، مخدومه حتى هي بالرانده، والقفيطين مطروز بالرانده موسلين، الكميمات مطروزين كيف ما كتشوفوا، غير هذه مخدومه بالرقيق، هادو بالرقيق، هذيك على اربعه شعرات باش يفهموا الناس، هذه على اربعه شعرات هكاك نشرحوا الناس، هادي على أربعة وهادي على شعرة، وهادي على شعرة، ها انتوما هنا هادي على أربعة وهادي على شعرة، ها انتوما شوف هابطة لتحت دوري، ها انتوما ملاقية كاملة غير جناب البنات، شوف حتى هنايا ملاقية، والخدمة رقيقة كيف ما كتشوفوا. هادو 700 درهم وعندنا فيهم تلوينة 1000 درهم 700 درهم البنات، في هذا الأخضر هذا زوين، فيها هذا اللون. امينه تقدر تبدل القميص باللون اللي بغات،
تقدري مثلا نشوف واحد القضيه غديرها معكم امينه، مثلا تقدري مثلا فحال هذا ما عجبكش في هذا الخضر تقدري تاخدي معاه هذا. ها انتما حيت انوريهم امينه، سمحي لي نوريهم البرقق ليهم حيت هما خادمه هنا اللوان بوحدهم، تقدري تاخدي الكحل يعني تقدري تبدلي باللون اللي بغيتي. ها انتما فيه داك الاخضر اللي لابسه خوله، فيه هذا الليموني، فيه هذا البلوجين، فيه الموف، يعني القفطان غير كتناسقوا لكم هي. هذا الاخضر هذا، كاين هذا الموف هذا، كاين هذا الكاشيري هذا مرتديله، كاين هذا الفيغ هذا فن، هذا البلو بيترولي بالغوز جا زوين معاه، والنوار في النوار العاشقات النوار، والكحل كذلك بلون اخر، يعني حتى هذا الكحل تقدري ديريه انت تناسقيه مع اللون اللي بغيتي تقال بحال هذا اللون هذا اللي ديريه مع الكحل البنات. يلا قلنا 700 درهم جلابه البنات دو بياس الاكثر مبيعا عند امينه. امينه شنو كنقولوك في كل تصوير؟ كنقولو باغا نديرو حاجه اختي، الناس كيطلبوها كنعاودو نديرو تلوينه جديده. خوله قالت لها ما بقاش نلبس هذا الموديل هذا، ما بقاش نلبسه، ولكن عليه الطلب بزاف ما شاء الله، وخلي الناس تستافد. دو بياس البنات هذه 500 درهم. هذه باش كتعجب الناس حيت كيلبسوا تليجه مع الروم، يلبسوها مع في الحطره، ويلبسوا حتى الجلابه. حتى الجلابه. صراحه كيلبسوا على ثلاثه. اي كيستافدوا منها، واكثر مبيعا، وثمنها زوين، والالوان كلهم. دابا بغينا نلبسوا خاوله شي لون، قالت لها كاع الالوان لبستهم امينه. ما غتلبس حتى شي لون. فيها السومو، فيها هذا الاخضر، فيها هذا الكاشيري هذا البنات، فيها السيال، حطي على الكرسي باش ما تضركش يدك. في هذا الاخضر هذا، ولا البيض العريصات ديالي اللي عندها ضريب صداق، النفيسات كذلك كيبغيو هاد الجلبات دابا باش كيمشيو يضربوا الصداق ديالهم، الله يكمل عليهم بالخير. وكاين هاد الفيغ وهذا البنات، وباقي السيال، دوزتي السيال. كاينين الوينات اللي مضوبلين 500 درهم البنات. هاد الجلبات هادو كنا اول مره درناهم، شحال درناهم؟ 700 درهم. دابا ان شاء الله غيبقاو لكم ب 500 درهم البنات، اكثر مبيعا. عرفتوا البنات هادو في الانستغرام وفي تيك توك راه ما شاء الله، راه الفيديوهات ديالهم البنات واصلين المليون، واصلين المليون. هاد الجلبات هذا مليون ونص. ايوا تبارك الله، الله يسخر. لي كومونتير كيجيو عليهم زوين، وحتى الناس ملي كيوصلوهم كيشكروهم صراحه، كيشكروهم حيت الثمن مناسب، وجلابه دو بيات كتلبس على جوج ديال اللبسات. يلا البنات، والمقاسات دائما الميديوم ال. بالنسبه للعبار البنات، خذوا العبار بحال هكا باش تعرفي العبار ديالك، غتجيبي السنتيم في الجلابه ديالك ولا شي حاجه كتجي قدك، كتاخدي السنتيم من هنا حتى الوسط هنا. من هنا، من هنا، من هنا حتى لهنا. ماشي من هنا حتى لهنا؟ لا من هنا. بويا دابا انت غتوري لي خدمتي لا طيفه. لا 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 حسب. المهم كنتعلموا منك اختي لا طيفه. من هنا حتى لهنا كتعبري كاين اللي كتلبس 28 30، وديك الساعه امينه تقول لك الجلابه اللي غتجي قدك وتصيفطها لك، ونشوفوا ان شاء الله موديلات اخرين. باقا البنات العباية والمخاور، خليوكم معاه البنات ما شاء الله الجديد هذا التنبات، وبالخدمة الغرزة الفرنسية. شوفوا لي الجديدة البنات، وهذا التنبات عطيني يدك، شوفوا كتجي موزونة على موزونة، شفتوا؟ وهذه الخدمة اليد الطرزة، الطرز الفرنسي، العقدة الفرنسية. شوفوا جلابة كي جات ومخدومة بالعقيدات ها انتوما، وبهذه السفيفة اللي كتخدم بها أمينة كتعجبني، الخدمة ديال أهل فاس البنات ما شاء الله. شوفوا لي العقيدات هكا صغيورين، ها الجليليبه للاسف هذه وحده يلا فيها لا غير هذه الخدمه الفرنسيه، اما التنبات راه كاين. شوفوا التنبات هذه يلا وجدات ليها هذه البياسه هذه اللي جات قدر غادي تلبسها البنات، هذه الال الام ال تلبس الام ال كما كتشوفوا، شويه خاوله جاتها شويه مزيره. اعطيني الالوان في هذا الاورانج هذا، ليش درتي براسك هكا؟ لا ما جاتكش لا زعما تلبس الاكس ال ما يكونوش عندها الكتاف وما تكونش عندها المنطقه ديال الصدره البنات غتجي قدها. فيها الغوز فوشيا، فيها هذا اللون هذا، والطرزات البنات راه مختلفين. وغادي نعاود نقول بالنسبه للناس اللي اول مره غيدخلوا عندنا، هذا هو التنبات ديال امينه، اللون في اللون، يعني اللون ديال العقيق، وهذا العقيق ديال سميتو سنيده اللي ما كيتبدلوش اللون، كيبقى ديما في اللمعه ديالو. كاينه هذا الباج هادي، هذا الشيء اللي واجد في التنبات. شحال غيبقاو اليوم هادو امينه؟ 600 درهم. جليلبات بالتنبات البنات، انا عارفه هذه تبارك الله كلشي غيبغيها، ولكن راه كاينين الوان اخرين تيوجدوا امينه ياك، كاينين الوان اخرين تيوجدوا البنات. القفطنات واعرين والثمن ما شاء الله. شوفوا لي القفطان بالتنبات البنات، ومخدوم هنا الكميمات بالتليجه بالاستخاصه البنات مبره، وبسفيفه عريضه
شوفوا ليا ما شاء الله القفطان كيجاوب الحزام ديالو كيمشي تلوينه خطيره. هادو تهم من القفاطن اللي كانت بدات بهم امينه ودارت لنا فيهم تلوينه خطيره البنات. شوفوا ليا خطيره 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 السفيفه. شوفوا ليا الخدمه والالوان. شوف كاين هاد الموف. شوفوا ليا اشكال مختلفه بحال هذا. شوفوا ليا ديك القطعه اللي فيه والكميمات ها هما بالمبره البنات بليستخاص. ها واحد سكرينيو حطي خاوله حطي وكل قفطان وريه لنا حيت باش تلبس هاد الالوان كاملين شويه بزاف البنات. شوفوا ليا هانتوما هادو درتهم بالخرطات ودرت فيهم هاد الخدمه هادي غزاله ما شاء الله وتنبات. شوفوا 600 درهم. شوف شوفوا هذا عاوتاني كيجا هذا فحال الا لابسه خاوله جاكلوش ما شاء الله الكحل. شوفوا هذا البغيك هذا شوفوا ما شاء الله كيجي هذا البغيك حتى هو غزال ما شاء الله تبارك الرحمن غزالين. شوفوا لي هذا الموف هذا كيجي حتى هو 600 درهم. شوفوا هذا بالخراطيب هذا الفوشيه حتى هو شوفوا كيجي ما شاء الله. انا قلت له هذا عجبني انا لبسه بلا حزام اقفطان ما شاء الله. شوفوا الكلوش ديالو كيجي غزالين 600 راه الثمن البنات. شوفوا حيت انا كنعرف الخدمه وكنقارن ما شاء الله ثمنهم واعر. شفتوا غير هذا الثوب هذا اللي مدخله فيه امينه هذا الثوب عطيني عطيني هذا هذا بليستخاص غير هذا راه داير الثمن البنات. شوفوا هذا الاخضر كيجا ما شاء الله غزال. شوفوا الاورانج تبارك الله فيه تلوينه لان هادو البنات غير كنحطوهم لا في اليوتيوب لا في انستغرام لا في تيك توك ما شاء الله ما تيبقاوش واكثريه الناس اللي خارج المغرب حتى هما ما شاء الله واعرين واعرين. شفتوا كيجاو انا ما كرهتش لبستهم خاوله كاملين ولكن طوب دو طوب البنات 600 درهم البنات في القفيطنا. شوفوا لي البنات هذا بسنيده الشي الاخر الاول كان بالمهرس هذا بسنيده. شوفوا لي بسنيده وبهذه السفيفه جديده البنات. انا مقربه لكم الكاميرا باش يبان لكم هذا الجديد البنات في السفيفه. شفتوا كيفاش جات ما شاء الله كتجي هابطه ودايره وفي الافتتاحات في الجناب. شوفوا لي الفصاله والكميمات كذلك موديل جديد في السفيفه تنبات قفطان وبالحزام ديالو وتقدري تلبسيه حتى بلا حزام جراقي ما شاء الله. ها نتوما هذا البنات يلاه جا من المصبانه صورتو لكم هذا الجديد باقي في ميكتو في هذا اللون وموديلات كتختلف. هذا نفس السفيفه البنات وعاوتاني بالمهرس هذا شو شوفوا ليا كيفاش جات هو نفس الخدمه جوج الالوان اللي كاينين امينه كاين غير جوج الالوان غادي يوجدوا الالوان. هذا الشيء اللي جا دابا ان شاء الله 600 درهم. هذا شنو يلبس هادي لبسو ميديوم لارج اكس لارج دوبل اكس تال دوبل اكس تال دوبل اكس ال البنات 600 درهم قفيطنات ما شاء الله الله يسخر. عند امينه البنات جابت لكم عبايه اماراتيه طبقات وبليستخاص البنات وبثمن ما يمكنش ولهم الثمن صدموهم صدموكم بالثمن البنات. هو الاول في هاد العبايات هادو الطبقات البنات اللي معروفين 350 بليستخاص. شفتوا عندنا هادو بليستخاص كاينين سامبل سامبل ديالهم ديال شوف هذه ديال جوج طبقات. شوفوا كيفاش جات هادو اماراتيين البنات. شوفوا ليا بليست خاص صنع اماراتي البنات حتى الامارات عندهم شركه وعندهم الصنع. شوفوا كتجيب الحزام ها نتوما حلي هكا شفتوا ها نتوما بالحزام كيجاو ما شاء الله. كاينه لي بليست خاص وكاينه هذه السامبل. شوفوا ليا السامبل حتى هي كي جات في اللبسه 350 درهم. هادو اقل ثمن في السوق حاليا دايرين 200 درهم. عطينا الالوان تتلبسها بغيت نقول لهم اقل ثمن 400 درهم اقل ثمن حنا 350. عطيني الالوان ديال الطبقات عاد نشوفوا هذا الموديل هذا ها نتوما حيت فيه حتى الباج ها هو فيه الكري فيه الباج وفيه الكري. المقاسات اللي فيه امينه ميديوم تا هو كيتلبس فيه حتى الكات واقيلا فيه حتى الكات اكس ال البنات. هاد ليستخاص انا جات قدي ملي قيستها جات قدي فيها ليستخاص فيها السامبل فيها الكري فيها الكحل 350 درهم. ها نتوما البنات راه كاين العدد راه كاين العدد كاين حتى المخاوير. نشوف واحد الموديل مطرز لان هاد الموديل كيجيو بحال بحال يعني ما نحتاجوش نلبسوهم هذاك بلاتي ولكن كاين واحد دوري امينه دوري هاد الكري فيه جوج طبقات شتو فيه ثلاثة الطبقة الأولى الثانية الثالثة هذا فيه جوج هذاك الباج أمينة فيه ثلاثة ديال الطبقات لا فيه تا هو جوج الكحل فيه جوج الكري اللي فيه ثلاثة ديال الطبقات
350 درهم البنات العبايه صنع اماراتي طبقه اللي معروف هذا اللي خاص كيبقى هكا المناسبات، وهادو كيلبسوهم دابا البنات وكيخرجوا بهم. نشوفوا واحد الموديل اخر حتى هو رومي ديال البنات حتى هو هذا كيجي بحال ستيل كيمونو ولا تلبس مفتوح في هاد الطريزه هذه هنا حتى هي 350 هاد العبايه البنات. شو ما شاء الله بهذاك الحزام ديالها تلبسيها بالحزام تلبسيها مفتوحه 350. خليكم معايا البنات حتى المخاوير كيف ما كتشوفوا ها هما كيف ما جاوا صورناهم لكم، غنوريكم الموديلات ها هما بالكرطونه والعبايات كذلك. البنات الاول موديل في المخاور اللي هو هذا كيف ما شفتوا راه مخيط، هادو البنات 250. كاين هادو اللي بهاد الفصوص هادو هادو ما فيهمش الشيله ديالهم كيبقاو ب 250 هانتوما البنات، وكاينين اللي بالشيله كيبقاو ب 350. انا غنوريكم بالنسبه اللي خدات هاد اللي خدات هاد المخوار المخاوير ولا ما عرفت المهم هاد الاسم الغريب ديالهم. الخياطه على حساب امينه الخياطه كادو هانتوما دابا هادو اللي بلا شيله كيمشيو 250 هادو 250 هلا هادو هذا الشال فيه الشال 350 اللي فيهمش الشال وحلي لهم هذوك اللي بالشال يشوفوهم ها هي ها هو اللي بالشال كاينين سامبل ها هو الثوب راه حرير الثوب حرير ثوبهم زوين ثوبهم زوين وها الشال الشيله ديالو ها الشال ديالو حلي لنا عاوتاني واحد اخر امينه هذا توا 250 عامر يوم كامل يشوفوا هانتوما هذا متاكده هذا 250 امينه هانتوما هذا عامر وفيه العرض فيه الطول هذا 250 ياك هذا فيه الالوان فيه الاورانج فيه الازرق حلينا هذاك الازرق هذا الموف هذا الموف هذا هذا بالشيره ديالو شوفوا ليا ها هو وفيهم هاد هما كيقولوا لهم الفصوص حنا كنقولوا لهم ليستخاص شفتوا ها الشال ديالو كبير ها نتوما فيهم العدد اللي بغات شي حاجه تواصل مع امينه كيف ما قلت لكم اللي بغات تاخذ هاد القنيطيرات غنقول لهم الخياطه على حساب امينه وكاين شكال وكاين هادو حلي هذا كاين هذا في الالوان هادو اللي هكا مذوقين شوفوا هذا كيفاش داير عاوتاني او زوين هذا امينه هذا 250 هذا شحال 250 شوفوا كيفاش داير هذا فن ما شاء الله الثوب ديالو حريري كما كتشوفوا كاين فيه حتى الصفر ديالو وريهم الصفر ها الاصفر ديالو. المهم البنات هنا غادي نختموا ان شاء الله شوفوا هذا الاحمر هذا كي داير عاوتاني ما شاء الله شوفي الازرق ديال هذا بحال اللي شفناه راه امينه تحت الكرتونه تحت الكرتونه هذا البلو شوف هذا البلو هذا ما شاء الله فيها اشكال وانواع اللي بغات راه نصور ليها 200 الساعات والخياطه مرت بركه من عندي يلا 250 واللي بالشال 350 هنا غادي نختموا ان شاء الله مع امينه ونقول لكم السلام عليكم نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا من هذه العروض لان اثمنه راه ما يمكنش تلقاو هذه الاثمنه نقول لهم نتحداكم تلقاو هذه الاثمنه نتحداكم تلقاو هذا الثمن هذا في القفيطنات وفي جليلبات وبالنسبه للمخاور والعبايات لان الثمن اللي داير في السوق امينه حاولت تدير لكم احسن ثمن شكرا امينه مرحبا الى فيديو جاي ان شاء الله في امان الله تهلاي في المتابعات وجاوبي في التليفون يلا بسلام عليكم في امان الله وحفظه بسلامه عين حروده كيف ما كتشوفوا انا غنوريكم منين دخلت لان كتطلعوا كترجعوا كديروا هذا الرومب وهذه وكتهبطوا يعني ما يبان لكم الكميوات خارجين هذيك هي الطلعه اللي كتدخل من عين حروده تنطلعوا نديروا الرومبو وكنرجعوا نهبطوا سواء جايين من المحمديه ولا سواء جايين من كازا غادي نهبط نيشان مع هذه الهبطه هذه نيشان كيف ما كتشوفوا انا حاولت نبطئ يعني ما نزربش الطريق باش يبان لكم مزيان يعني غير تنطلعوا من لوطوروت كنطلعوا نديروا الرومبو وكنرجعوا نهبطوا يعني ملي طلعت هاد الكاميو البيض هذه حتى هي كانت كتطلع من كازا يعني كتطلع من الطلعه ديال اللي كتطلع العين حروده ها نتوما حنا نيشان كتبان لكم هنا مجموعه مدارس
ما عقلتش على السميه. تنشوف ها هي مجموعه مدارس زناته، نور زناته. ها نتوما هنايا كتبقى على يدي اليمين التجاري، هادو هما الطاكسيات تاع البرنوصي هنايا. سولوا سيروا العين حروده ولا 17، سولوا الطاكسيات ديال البرنوصي هما هادو. غادي ندخلوا ان شاء الله. ها نتوما غادي ندخل مع الدخله ديال الطاكسيات كيف ما كتشوفوا. غتبان ليا هنايا الفلاحي، ها هي كاينه تسهيلات. غندخل اونفاس مع التسهيلات، غندخل مع التسهيلات، غندور على يدي اليمين المحل ديال امينه. مرحبا بكم في 17 ان شاء الله. هو هذا المحل، نتمنى يكون النت واضح ولا تواصلوا بها تعطيكم لوكاليزاسيون.